صباح الخير لكم مشاهدينا ببرنامج اليوم يلي بيطلع عليكم بحلقة جديدة فيها الكثير من الأخبار والكثير من المعلومات المفيدة. اليوم بالإضافة للجولة على أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية رح نتحدث عن منع انتشار جرائم الاعتداء على الفتيات الصغيرات وقتلهن في الهند وإقرار عقوبة الإعدام لاغتصاب الأطفال دون سن 12 عاما. العالم أيضا يحتفل بيوم الأرض وكثرة الديون مشكلة تواجه العديد من الأشخاص خاصة في المجتمعات العربية، فكيف يمكن أن نتجنبها؟ ووقوع بعض المراهقين في فخ ألعاب الفيديو، هل يعني أنها سيئة بالمجمل؟ كل ذلك وغيره من المواضيع تتابعونها في حلقتنا لليوم، ومنذكر كمان بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر وأيضا عبر قناتنا على يوتيوب. نبدأ حلقتنا من أبرز التطورات، إذ أعلن متحدث باسم الشرطة في السعودية السبت إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة خلال تحليقها فوق حي الخزامة بمدينة الرياض حسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية واس. وأضافت الوكالة في تغريدة على تويتر إن الدرون لم يكن مصرح لها بالتحليق، مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. في اليمن تمكنت قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق محمد عبد الله صالح وبإسناد من القوات الإماراتية من السيطرة على تباب ومواقع عسكرية للحوثيين بمفرق المخا والبرح غربي تعز. كما تمكنت القوات خلال المعارك من قتل عدد من القيادات الحوثية الميدانية وتدمير مخازن أسلحة للحوثيين. قررت الحكومة الهندية إذن تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما في مسعى لمكافحة زيادة الجرائم ضد المرأة، كما يتطلب المرسوم موافقة البرلمان في غضون 6 أشهر من أجل أن يصبح قانونا. وجاء القرار بعد حالة من السخط إزاء واقعة اغتصاب وحشي لفتاة في 8 من عمرها في ولاية جامو وكشمير، وحادثة الاغتصاب المزعوم لفتاة على يد نائب بالبرلمان من العضو الحاكم في ولاية أوتار براديش. تسود فكرة بين النساء بشكل خاص أن تناول الحامل لأقراص الحديد يساعد في الحفاظ على صحتها وجنينها معا، إلا أن دراسة أمريكية حديثة أكدت على العكس، فقد توصل الباحثون إلى أن هذه الأقراص التي تتناولها ملايين النساء أثناء فترة الحمل وأثناء فترة الدورة الشهرية أو حتى لعلاج الأنيميا تهدد صحتهن بالخطر، إذ أنها تسبب سرطان الأمعاء. ووجدت الدراسة أنه حتى الجرعات المنخفضة من سترات الحديد الكيميائية EDTA والتي توجد عادة في مكملات الحديد التي لا تستلزم وصفة طبية تزيد من مستويات البروتين المرتبط بمرض سرطان الأمعاء. قبضة يدك قوية، إذن أنت الأفضل في حل المشاكل واختبارات الذاكرة والاستدلال، ولديك في معظم الأوقات رد فعل أسرع من أقرانك، هذا ما تقوله عنك دراسة حديثة. إذ أظهرت قاعدة بيانات تضم أكثر من 475 ألف شخص أن من لديهم قوة عضلية أكثر في أيديهم يبدو أن لديهم أدمغة أفضل. في أخبارنا الرياضية، وللمرة الرابعة على التوالي تمكن فريق برشلونة من حصد لقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق إشبيلية في المباراة النهائية بخماسية نظيفة. وسجل أهداف برشلونة كل من اللاعب لويس سواريز في الدقيقة 14 والدقيقة 40 من عمر المباراة، وليونيل ميسي في الدقيقة 31 وأندريس إنيستا في الدقيقة 52، واختتم سلسلة الأهداف اللاعب البرازيلي كوتينيو عن طريق ضربة جزاء. احتفالا بعيد ميلادها 92 حضرت أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء في الحكم الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفلا خاصا مليئا بالمشاهير وكسر القواعد المعتادة يوم أمس.
وافتتح المغني الويلزي توم جونز الحفل قبل أن تظهر الملكة إليزابيث في الشرفة الملكية بقاعة ألبرت بلندن يحيط بها أفراد عائلتها. فيما يحيي العالم اليوم العالمي للأرض، يحتفل جوجل بيوم الأرض على طريقته، إذ عمل محرك البحث الشهير على تغيير شعاره الرسمي إلى بعض الرسومات، بالإضافة إلى مقطع فيديو صغير تظهر فيه الدكتورة الإنجليزية جين جودال سفيرة الأمم المتحدة للسلام أكثر الناشطين بحثا في البيئة. أحب أذكركم مشاهدينا أن برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط التالي. وبعد هذه الجولة الإخبارية بنتوقف مع فاصل ونعود لنبدأ أولى فقرات برنامجنا. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. كيف تتجنب الديون؟ سؤال طرحه مغردون على موقع تويتر في محاولة للتوصل إلى أكثر من رأي وفكرة تساعد في تجنب هذه المشكلة التي يعاني منها البعض. وشهد وسم كيف تتجنب الديون العديد من المقترحات، بعضها مادي مثل عدم الاقتراض وآخر اجتماعي مثل عدم عقد مقارنة بين الشخص والآخرين. نتابع بعض التغريدات. إذن مشاهدين، أصبحت الحياة في هذا العصر معقدة بسبب المغريات التي تحيط بنا من كل جانب وكثرة المتطلبات وتزايد الإقبال على الكماليات التي غالبا ما تكون تكاليفها أكثر من الدخل الشهري للأفراد، فيلجأ بعض الناس إلى القروض في كثير من الأحيان من أجل سد هذه الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة. إلا أن ما لا يعرفه أغلب الناس أن الاقتراض عندما يصبح عادة فإن الديون تتراكم مع مرور الوقت حتى تثقل كاهل الشخص وتخنقه ليدخل في دوامة لا تنتهي من الحلول المؤقتة التي تخرجه من حفرة ليقع في أخرى. ضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي نايل الجوابرة راح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع ويقدم لنا نصائح لنتجنب الوقوع في مصيدة الديون. أستاذ نايل، صباح الخير لك وأهلا فيك معنا. يعني بداية أستاذ نايل، مثلا أنه حسب خبرتك، شو هي أهم أسباب دخول الشخص بالدرجة الأولى في دوامة الدين والاقتراض؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. طبعا الديون اللي يوقع فيها الشخص هو يتجه مباشرة إلى الزين والدين، فياخذ اللي هو الكماليات أكثر من الأساسيات، فيتجه إلى عمليات الدين بسبب الكماليات وليس الأساسيات. لو كانت هناك أساسيات واتجه إليه الدين فأكيد ما عليه أي عذر بالنسبة إلى أن أخذ هذا الدين، لكن الناس كلها تتجه إلى الديون بسبب الكماليات وليس الأساسيات، فهذا يقع في جميع
أفراد المجتمع، إن كان الغني أو إن كان الفقير، فينظر إلى الجهة الأخرى أو ينظر إلى أن الحياة أخرى بسبب أن شخص معين هو ممكن نفس المكان أو بنفس العمل فعايش أفضل منه، وبسبب أنه وجود الصورة اللي لديه أنه مثلا موبايل جديد، ساعة جديدة، سيارة جديدة، ولكن هذه كماليات أنت ما تعرف الشخص هذا كيف وصل لها، أو ما بتعرف ممكن يكون عنده مدخرات أخرى، لكن يتجه على طول مباشرة إلى الدين إن كان بقروض أو بالفيزا كارت، وهذا للأسف الكبير اللي يقع فيه جميع الأشخاص في أي مكان في العالم. رأينا أستاذ يعني ببعض التغريدات اللي شفناها على تويتر في ناس عم تحكي عن موضوع القناعة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ بكل تأكيد إذا قناعة أنت مقتنع بالمبلغ الذي يوصل لك كل شهر أكيد أنت عايش بجنة، لأنك أنت هتصرف على المبلغ الذي عندك كل شهر يوصلك إن كان من راتب أو كان مدخرات. للأسف إحنا نتجه يعني خلال السنة كلها ما بنذكر السفر إلا في شهر الصيف، شهر 6 و7 طول السنة يكون ناسينه، لكن لو بنبدأ من أول يوم بالسنة إن إحنا عندنا سفر توفير بالنسبة إلى أنه في شهر 6 أو شهر 7 سوف أسافر إلى أي دولة معينة، بكل تأكيد سوف يتجه إلى هذا التوفير، إلى أن لا يتجه إلى الدين ولا يتجه إلى أخذ مثلا بطاقات الائتمان وغيره. هذا التوفير يجعله أنه يبتعد عن جميع البنوك أو يبتعد عن جميع الأضرار اللي هو عليها بالنسبة للفرد في هذا المجتمع. لكن للأسف من أول يوم كيف أنا بسافر، كيف أنا بتدين، شو بلبس، من أي ماركة، من أي مكان، وهذا للأسف يتجه إلى أن يأخذ مثلا قروض أو يأخذ مثلا يأخذ بالنسبة إلى البطاقات. أيضا بطاقات الائتمان ما بيعرف كيف يسددها، وهذا للأسف الكثير يقع فيها. نعم، هي موضوع الجهل يمكن أستاذ نائل، في كثيرين ما بيعرفوا العواقب الكبيرة. للأسف مش الجهل، للأسف ما يسأل متى تسديد البطاقة، أي يوم تسديد البطاقة، كم علي أن الليمت اللي لازم أخذه من البطاقة، وكيف أنا حرجع هذا الليمت بالنسبة إذا رجعت من السفر. للأسف هذه كلها تبي جهلة، يصرف ما بالجيب يأتي كما بالغيب، وهذا للأسف أكبر خطأ، فيتجه الإنسان إلى أن يأخذ بطاقات من عدة بنوك ويتجه إلى السفر، فيقع في ديون كبيرة وهو بغنى عنها لأنها كماليات وليس أساسيات. فمنذ البداية هو ما خطط منذ البداية، فعشان كذا كلها أخطاء، وكل الأخطاء تتراكم مثل ما تفضلتي إلى سنين وأشهر وسنين، وأيضا ممكن تأخذ إلى طول العمر. صحيح. وممكن أن يأخذ من الأخطاء أخطاء أكبر ويقع في ديون وممكن توصل إلى حد السجن اللي هي دوامة نحن نسميها. أستاذ نائل، يعني بالحديث عن موضوع أنه في كتير ناس ما بتعرف وخصوصا تتعامل مع موضوع البنوك أو الفوائد أو البطاقات وإلى آخره، يعني برأيك مثلا في ناس عم بتطالب يمكن بالدول الغربية أنه يتم تدريس أو إدخال هذا الموضوع بالمناهج سواء الثانوية أو في الجامعات، موضوع أنه التعلم كيف تقترض أو تسد ديونك مثل مادة اقتصادية بسيطة تعلم الطلاب الأساسيات، شو رأيك بهذا الموضوع؟ وهذا بكل تأكيد هو يدعم الطالب منذ البداية، وأيضا الآن يدرسوا بالنسبة إلى كيفية التعامل من التواصل الاجتماعي في المدارس. هذا طبعا بدعم أنه يكون هناك أن جيل نشط وجيل يعرف منذ البداية كيف يوفر. يعني لو تكلمنا منذ المدارس، نحن كانت أيامنا في المدارس كانت هناك جمعية، كنا نعمل جمعية أن كل شخص يدفع مثلا مبلغ معين من 10 دراهم إلى 100 درهم خلال السنة، ما يدفع أكثر من 100 درهم، وهذا يدخل في مشتريات المقصف وعمليات البيع السنوية نأخذ أرباحها خلال السنة. الآن للأسف مش موجودة. صحيح. في المدارس. صحيح. هذا طبعا منذ البداية تعلمنا أنه هناك كيف آخر السنة كيف حنستلم، هل هنستلم أنا أكثر أنت أكثر في المبلغ اللي أنا وضعته بالنسبة إن كان 10 إلى 100. يعني طبعا المدرسة نفسها كانت تخلينا أن نلتزم بحد معين أو نلتزم بأنه الشراء من المقصف عشان يربح المقصف عشان تطلع لك أرباح آخر السنة. هذا للأسف الآن غير موجود. لو نحن تعلمنا منذ البداية كيفية التوفير أو خلينا نقول كيفية عدم الاقتراض بسبب الكماليات، كل تأكيد سوف ينشئ جيل متعلم، جيل كيف أنه يأخذ الأمور الصعبة منذ البداية منذ صغره. وطبعا بيبدأ يكون هناك جيل متعلم على أن يكون هناك اقتصاديات منذ البداية.
طيب أستاذ نائل، يعني لنفرض أنه الشخص، وخصوصا نحن عم نوجه هاي النصائح للشباب اللي هي توعية للشباب الدرجة الأولى، الشخص اضطر أنه يقترض لأسباب شخصية مثلا، أولا شو برأيك أهم أسباب الاقتراض؟ يعني مثلا سواء كماليات أو أساسيات، هل هي مثلا قروض السيارات أو قروض المنازل؟ وشو هي معالجة هاي الأسباب، يعني كيفية التعامل معها مشان الشخص ما فينا نقول أنه يوقع بهي الدوامة أكثر من مرة؟ كل تأكيد إذا كانت هناك أساسيات هو فمقترض بسبب أساسيات. الأساسيات مثل ما تفضلتي سيارة، البيت، فهذا طبعا بيكون من الأساسيات. أما إذا اتجهنا للكماليات، كل تأكيد هو ما راح يخلص من الكماليات، كل يوم عندنا كماليات جديدة والكماليات ما راح تنتهي من هنا لين آخر الحياة. فهذه الكماليات هي اللي توقعنا بالأسف بهذه القروض، وهي توقعنا بهذه المشاكل للأسف توصل إلى آخرها إلى السجن، لأن من كماليات إلى كماليات جديدة إلى كل سنة يتجه إلى الكماليات، فيتجه إلى الأمور إلى قروض من كل البنوك، وآخر شيء بنحط في البلاك ليست ويقول ليش أنا في البلاك ليست. الآن في دولة الإمارات أيضا إذا أنت ما سددتي بطاقة أو تأخرت عن تسديد بطاقة، فعليك أن تروح إلى هيئة الإمارات أنك تطلعي اسمك من البلاك ليست، وهذا البلاك ليست وأنه أنت ممنوع تأخذي أي قرض، ممنوع تأخذي أيضا أي بطاقة ائتمانية حتى لو أنت تأخرت عن التسديد. وهذا بقودي يمكن لسؤالي الأخير لك أستاذ، أنه إذا وضعت البنوك شروط أصعب، هل يمكن أنه تخف هي المشاكل؟ هي ما في أصعب وأسهل، في كل البنوك أسهل، في كل البنوك ممكن تقدر خلينا نقول نتلاعب عليها بمعتبر بأوراق أو بغيره، لكن هي عبارة عن كل شيء سهل، لكن احنا كيف نوجه لهذه السهولة، احنا كيف ناخذ هذه السهولة لأمورنا الحياتية، وكيف إننا نمشيها مع أمورنا أو مجاراتنا إن كان بالراتب أو خلال السنة إذا كان عندنا توفير. نعم. احنا للأسف ما بنتجه للتوفير إلا بنسمع عنه، لكن آخر شيء بنقول إحنا ما قدرنا. نعم. وكلمة المشهورة اللي عندنا في دولة الإمارات ما أروم، وهذا للأسف الكبير. نعم أستاذ نايل الجوابرة، ضيفي في الاستوديو، الخبير الاقتصادي والمالي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا لليوم. شكرا. إذن مشاهدينا، كلمة لكلام الناس، وسم انتشر بشكل واسع بين المغردين السعوديين الذين دعا معظمهم إلى تجاهل كلام الآخرين السلبي والمحبط. نتابع. نتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مصر احتل وسم المصريات أجمل نساء العرب المركز الأول من حيث المشاركات. نتابع.
إلى موضوع آخر، حيث تواصل لعبة الحوت الأزرق حصد أرواح الأطفال والمراهقين حول العالم، إلا أنها هذه المرة حصدت أرواح أم وأخ. فقد أعلن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن سوهاج جنوب مصر أن طالبة تبلغ من العمر 17 عاما قامت بسكب البنزين على والدتها وشقيقها المعاق، ومن ثم أشعلت النار فيهم تنفيذا لمهمة كان قد طلبها أدمن لعبة الحوت الأزرق. كثرة المشكلات الاجتماعية التي تتسبب فيها الألعاب الإلكترونية لا يعني أنها سيئة في المجمل، بل على العكس تماما، فإنها إذا استغلت بجوانبها الإيجابية لحققت تقدما على الصعيد الصحي والنفسي. على الرغم مما أثير مؤخرا عن الآثار السلبية للتطور التكنولوجي الذي اخترق أغلب منازل الأسر عن طريق الألعاب الإلكترونية وما نتج عن ذلك من توجس وقلق لدى الآباء والأمهات من تأثير كثرة استخدام تلك الألعاب على عقول الشباب، إلا أن جانبا آخر إيجابيا لهذه التكنولوجيا تم رصده من قبل خبراء الطب النفسي والدراسات. بالرجوع إلى تاريخ تلك الألعاب، فإن نجاحها تجاريا بدأ منذ عام 1970، إذ كانت وسيلة للترفيه واللعب والخروج من الأزمات المحيطة عبر الانتقال إلى صالات الألعاب، وسرعان ما تم انتقالها بعد ذلك إلى المنازل لتكون أهم ما يستخدمه الأطباء لعلاج الاضطرابات النفسية، إذ أقدم أصحاب الرعاية الصحية على إرشاد مرضاهم باستخدام ألعاب الترفيه الإلكترونية من حاسوب وفيديو كجزء من العلاج. بعد ذلك بدأ أطباء آخرون في تسعينيات القرن الماضي بدعوة التكنولوجيين لتطوير الفكرة بصورة أوسع عبر العمل لإنجاز ألعاب إلكترونية مخصصة لاستخدامها في العلاج النفسي، فيما انتشرت حواسيب وألعاب فيديو في عدد من الدول للتعامل مع المرضى. استخدمت هذه الألعاب بحسب الدراسات الأمريكية في تعزيز الصحة وتحسين الأداء البدني والنفسي للمرضى، كما تم استخدامها في زيادة الحافز والاهتمام والمشاركة والمعرفة والكفاءة الجسدية للسماح بممارسة النشاط البدني وملاحظة ردود الأفعال الفورية وتوفير الصور العلاجية المختلفة والتعبير العاطفي، مؤكدة أن المؤشرات تشير إلى أن الألعاب الإلكترونية للعلاج النفسي استخدمت بنجاح لتحسين النظام الغذائي والنشاط البدني لدى الأطفال، والألعاب الإلكترونية الترفيهية ساعدت في تقليل الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي والتوتر ما قبل الجراحة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى إعادة التأهيل المعرفي. قبل 3 سنوات نشرت دراسة عززت من فوائد الاستخدام الأمثل للألعاب الإلكترونية، إذ أظهرت أن التحفيز الفكري عن طريق الاستعانة بألعاب فيديو على أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يؤتي نتائج إيجابية لدى بعض الأشخاص المسنين الذين يعانون اكتئابا شديدا، حتى أنها قد تكون أفضل من الأدوية. تشجيعا على إعادة تدوير المخلفات، أنشأ فنان دنماركي يدعى توماس دامبو حديقة نباتية مصنوعة بالكامل من القمامة البلاستيكية في مكسيكو سيتي، وتضم الحديقة الملونة 5 أزهار كبيرة وأشجار وألاف من الزهور الصغيرة ومجموعة من الحيوانات كلها مصنوعة من البلاستيك. ويأمل دامبو أن يعرف زوار الحديقة البلاستيكية ما سيبدو عليه المستقبل إذا أعاد الناس تدوير النفايات بدل التخلص منها. جولة قصيرة في الصحف العربية بالإضافة إلى جولة في الصحف المصرية مع مراسلتنا منى عشماوي بعد الفاصل. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا الآن إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم.
ونبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة اليوم السابع والتي عنونت أوغندا تفرض ضرائب على مستخدمي السوشيال ميديا. أعلنت الحكومة الأوغندية عزمها فرض ضريبة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي من المتوقع تنفيذها بداية من يوليو 2018، إذ قالت الحكومة في بيان لها إن الضريبة من شأنها المساعدة في تعزيز إيرادات البلاد والمساعدة في الأمن القومي. إلى صحيفة البيان والتي عنونت لنا المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال. أكدت دراسة حديثة أن المشي بأقدام حافية يعزز النمو الجسماني للأطفال، وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يسيرون حفاة القدمين في المعتاد يقفون بصورة أكبر على عقبيهم وتقل لديهم على نحو واضح حالات القدم المسطحة. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت 100 طباخ من أجل عرس هندي. استضافت ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا عرسا هنديا استمر 3 أيام، جلب له 100 طباخ من أنحاء العالم، قدموا للمدعوين البالغ عددهم نحو 1000 شخص من 20 بلدا أطباقا من الهند والمكسيك وأوروبا واليابان وكوريا. إلى صحيفة النهار والتي عنونت ابتكار ثوري في جراحة العمود الفقري. طور علماء روس براغي طبية شديدة المتانة من مادة غير معدنية لاستخدامها في عمليات مرضى العمود الفقري، وتتميز هذه البراغي المصنوعة من السيراميك بأنها دائمة ولا تحتاج للاستبدال أو إخضاع المريض لعمليات إضافية. ومع صحيفة الغد الأردنية والتي عنونت الأبقار قد تصبح أكبر الثدييات حجماً خلال قرون قليلة. كشفت دراسة علمية أن انتشار البشر من إفريقيا إلى بقية أنحاء العالم منذ آلاف السنين قضى على الثدييات الكبيرة، ما قد يعني أن الأبقار ستكون أكبر الثدييات على وجه الأرض خلال قرون قليلة. جولتنا على ما ورد في بعض الصحف بنستكملها مع مراسلتنا من مصر منى عشماوي. منى صباح الخير لإلك. صباح الخير عفراء، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الآن، معكم منى عشماوي من القاهرة. اليوم ممكن ان احنا نصبح عليكم ببعض الأخبار الخفيفة واللذيذة. سنبدأها بسعر فانوس لاعب ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح. كل سنة وكل مشاهدي قناة الآن وكل العالم الإسلامي بخير. بمناسبة شهر رمضان وصل سعر فانوس محمد صلاح إلى أكثر من 17 دولار أمريكي. الحقيقة يعني هو من الممكن أن يكون هناك زيادة في سعره قبيل رمضان أو شهر رمضان الفضيل بأيام قليلة. بالطبع يعني تكالب المصريين على شراء فانوس صلاح ينم على حب جارف لصلاح مو اللاعب المصري الذي يراه كل مصري هنا في مصر بأنه يعني شرف الكرة المصرية وشرف الرياضة المصرية في الخارج. أيضا لدينا عفراء بعض الأخبار الخاصة بنظام التعليم في مصر الذي سيتغير كليا حسب يعني تصريحات وزير التعليم المصري بأنه في سبتمبر المقبل سيكون هناك تغيير في مواد التعليم وطريقة التعليم. سيتم إعطاء كل طالب وتلميذ تابلت مدرسي، سيكون هناك المعلومات الدراسية متوفرة على هذا التابلت المدرسي، ويعني سيكون هناك نظام مختلف تماما وكليا عن ما شهدته مصر في السنوات الماضية. أيضا هناك خبر يخص الفنانة شيرين عبد الوهاب التي توفى والدها منذ يومين. شيرين كانت في رحلة شهر العسل مع زوجها حسام حبيب المطرب المصري، ولكن هي تلقت خبر وفاة والدها ويعني أقامت عزاء في مسجد المشير طنطاوي
بالقاهرة، قامت شيرين بمنع أي تصوير داخل أرجاء العزاء، ولكن قامت صحفية بالتصوير بخلسة ويعني في سرية بالموبايل شهدتها شيرين، ومن ثم كسرت لها المحمول. الأمن تدخل وكان الأمن سيقبض على الصحفية التي كانت تصور داخل مسجد من مساجد الجيش والمؤسسة العسكرية، ولكن يعني في النهاية تدخلت شيرين وزوجها وقاموا يعني بالإصلاح ما بين الأمن وبين الصحفية بعد أن كسروا الموبايل الذي كان يحمل الداتا والمعلومات الخاصة بأجواء العزاء. أيضا هناك خبر طريف يخص محمد صلاح وأحمد حجازي اللاعبين في يعني المنتخب الإنجليزي. محمد صلاح تعرض لإصابة في عينه بعد أن ضربه حجازي بمرفقه. حجازي يلعب في ويست بروميتش عفراء، و الحقيقة هذا لم يحدث أي خلاف بين اللاعبين المصريين، حيث يعني التقيا على تويتر في المساء ودعبا بعضهما البعض ببعض النكات، وأن حجازي قال لصلاح يعني أنت قلبك أبيض وتقدر شكرا تسمي صباح جزيلا الخير عفراء. لك منى يعني أعتقد أن هذه هي على هذه يعني الجولة. الأخبار اللذيذة الخفيفة التي أردنا أن نصبح بها على مشاهدي قناة نعم، الآن من القاهرة. شكرا لك منى على هذه الجولة الإخبارية من مصر. إذا مشاهدينا، شهدت محافظة جدة انطلاق مهرجان الألوان، أكبر تظاهرة فنية على مستوى المنطقة الغربية الذي يستمر على مدار 3 أيام. مراسلنا من هناك جلى في أرجاء المهرجان، نتابع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير يا رب. احنا اليوم متواجدين في مدينة جدة في مهرجان الألوان الذي يلقى دعم كبير من هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. هذا المهرجان يقام في مدينة جدة في المملكة وأيضا على طريق الملك وبجوار سوق الشاطئ. يمتد هذا المهرجان لمدة 3 أيام، سيلقى فيها أهل جدة الترفيه والمتعة خلال هذه الأيام الثلاثة بإذن الله. المهرجان يضم فعاليات جميلة ومتنوعة، هناك فعاليات فن رسم الجرافيتي الذي سنرى الآن على الجدران، وأيضا هناك السيارات، تعديل السيارات الجميلة التي حنشاهده الآن سويا إن شاء الله، بالإضافة إلى فعاليات ورياضات الزومبا الخاصة بالسيدات. دعونا في البداية نلتقي بداية مع الأستاذة أبرار. أستاذة أبرار يعطيك العافية يا رب، يعطيك العافية، عارفين إنك مشغولة اليومين هذه. لا عادي، تفضل. أستاذة أبرار، تعطينا فكرة أكثر عن هذا المهرجان، بالذات فن الجرافيتي ورياضة الزومبا. الفكرة إننا إحنا بنجيب عندنا الفنون الحديثة، يعني زي ما أنت شايف الجرافيتي موجود عندنا في كل مكان، رياضة الزومبا من الرياضات المهمة صارت النسائية اللي أغلب الشريحة النسائية فتيات صغار كبار شغالين عليها. ف يعني الفكرة إننا إحنا لما فكرنا مهرجان الألوان قررنا إنه يكون فيه كل شيء، يكون مختلف من ناحية الألوان اللي إحنا مختارينهم، فنانين تشكيليين، عندك سيارات معدلة، عندك زومبا، عندك باودر، فعندنا كل أنواع الألوان في الحياة. يعطيكم العافية يا رب، مهرجان ممتع إن شاء الله لأهل جدة، شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف الآن إيش بعض من أجواء هذا المهرجان. بداية هنا معنا الآن السيارات المعدلة، نشوف الشباب الآن شغالين على سياراتهم الآن، بيحاولوا أنهم يضبطوها عشان الناس تشاهدها. ايضا هناك الفعاليات اخرى خاصه بالرسم الجرافيتي، تعالوا معنا خلينا نشوف فن الرسم الجرافيتي. في معنا سيدات هنا الان شغاله على هذه الجداريات، هذه الجداريات خاصه بفن الرسم الجرافيتي. طيب الفكره كلها بتتكلم عن المراه السعوديه. جميل. طيب انه كيف كانت يعني مقيده زي ما انت شايف انها ملفوفه بالعبايه وكذا. طبعا العبايه مش هي التقيد، التقيد هو فكري، احنا بنتكلم على فكره كصوره كرمز تعبيري. يس. طيب فانه كانت مقيده بيربطها هنا لين توصل لدي اللي هي الانطلاقه، لكن ايش في الاخير حيكون هذه الصوره؟ كاني شايف كصوره. ايوه، ايش سبب الانطلاقه هذه؟ السوشيال ميديا. لكن اول ما طلعت المراه السعوديه طلعت في فين؟ شانل 2 صح؟ بحسابها 1962 كان التلفزيون السعودي، رايت؟ بعدين حتصير انت حتعمل مونتاج، يعني حتفصل كذا هو كله لايف كذا للي تتعب. جميل جدا. شوف، والفكره كلها انه هي تقدر
بالانطلاقة حقتها دي ل 2030 بالشماغ حق الرجل بالتوب، لكن هي ليست مثل الرجل، لكن ممكن تاخذ أماكن طيب حتى للرجال تخصصت. يعطيك العافية إن شاء الله تكمليها بالعافية إن شاء الله عليك. الله يسعدك، شكرا لك. الآن أيضا في هذه السيارة برضو في واحدة من الأخوات شغالة، شكلها بترسم هذه السيارة. هذه واحدة من السيارات اللي في واحدة من الأخوات هنا شغالة بترسم عليها الآن، بتلونها بالألوان. خلينا نشوف أشياء أخرى أيضا. طبعا هناك في المهرجان لو تلاحظوا مشاهدينا الكرام هناك منطقة خاصة بالفود تراك في هذه المنطقة ماجد، المنطقة خاصة بالفود تراك. هناك في هذه المنطقة هناك في مسرح خاص، المسرح حيكون فيه فعاليات كبيرة وحيكون فيه عروض خاصة بعروض الألوان وعروض الأضواء حتنتشر في هذه في لمدة 3 أيام في مدينة جدة. خلونا نشاهد أيضا بعض السيارات. تعال معي ماجد. طبعا المكان كبير مشاهدينا، راح نحاول إنه نوريكم أكبر قدر ممكن من هذا المكان. هناك مشاهدين أيضا منطقة خاصة وخيمة خاصة بال رياضة الزومبا، وهي رياضة نسائية ولكن هذه الخيمة مخصصة خاصة للسيدات. هنشوف الآن جميل، فرقة بالألوان والموسيقى والعزف الجميل لأهل جدة. استمتعوا مع الكاميرا. هذه السيارات المعدلة كمان، الناس اللي بتحب السيارات ومعشاق السيارات زي ما تلاحظوا مركبين سماعات الشباب في سياراتهم الجميلة. جميل، تفضل يا ماجد. مين راعي السيارة هنا يا شباب؟ مين راعي السيارة؟ كيف حالك؟ تفضل معايا. ايش الدباديب وشغل السوشيال ميديا هذا كله؟ والله شوف عشان كل الموهبة. يا سلام، اعطينا فكرة ايش معدل بسيارتك؟ سيارة مركب عليها ياياتي ايباخ أول شيء، ومركب عليها كليبر بريمبو، وفيها جنود، ومجلد عليها ستيكر اصفر، هو اصلا سياره لونها احمر مجلد عليها، والداخليه مغير. اهم شيء عجبني الدبدوب هذا الاحمر اللي هنا. ها عجبني الدبدوب الاحمر. معاك سياره، يعطيك العافيه. الله يعافيك. عرفنا باسمك. معك ريان منشي. ريان، ايش مسوي بالسياره؟ والله عليها ايرباك اير ليفت، وعليها شويه تعديل في الماكينه من كام وفول هويات. جميل. وزي ما انت شايف كبوت كار. الله يعطيك خير ويكفيك شرها يا رب. اللهم امين. على البركه يا سيدي. الله يسعدك. الله يخليك يا رب. اذا مشاهدينا الكرام العروض مستمره في هذا المهرجان الجميل. الوقت يداهمنا، ولكن هناك العديد من الفعاليات التي لا نستطيع ان نغطيها في هذه الدقائق المعدوده. اترككم ان شاء الله لتغطيات اخرى باذن الله. حولت اليابان المثل المصري الشهير ظل راجل ولا ظل حيطة إلى واقع بعدما طورت شركة بناء يابانية ميزة فريدة من نوعها لتأمين المنازل التي تعيش فيها النساء بمفردهن، ويظهر من وراء الستار ظل شاب قوي البنية يتمرن على الملاكمة، وهو ما يكفي لجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر مرتين قبل الإقدام على اقتحامه. وفي الداخل يتضح أن الظل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض طورتها شركة البناء. مكملين معكم مشاهدينا ومتابع بعد الفاصل. دبي تحتضن مسيرة الدراجات النارية للتوعية بالسلامة. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا وإياكم إلى حلقة جديدة من فقرتنا اليومية خطوة جريئة، واللي بتسلط الضوء على أفكار شبابية ناجحة لاقت رواجا لدى المستهلكين، واليوم مشروع جديد تابعوا معنا.
بنوقف مرات عديدة محتارين كيف بدنا نكسر الروتين يلي بيواجهنا لما بدنا ناخد أولادنا لمشاريع ترفيهية أو تثقيفية من دون ما نكرر حالنا أو يصاب أولادنا بالملل. كيدز تطبيق مختص بالنشاطات يلي بتعنى الأطفال، حيث أنه بينشر تفاصيل عن الأماكن والعناوين لكل ما بيجري من حولنا ليساعدنا على توسيع اختيارنا لنشاطات الأطفال. هاي نورهان. هاي رن. كيفك؟ الحمد لله. Welcome to Kids. Thank you. تفضلي. يعني انت هيدا السبيس اللي بتشتغلوا فيه. بالضبط. احنا هنا التيم هعرفك عليه. اوكي. انا اسمي نورهان من مصر، بقالي هنا في الامارات 7 سنين. بدات اشتغل هنا في شركه مالتي ناشونال، وهناك تعرفت على زمايلي واصحابي دلوقتي والكوفاوندرز معايا في Kids. احنا 5 امهات وكلنا من جنسيات مختلفة وعندنا أولاد أعمار مختلفة، فده الحلو يعني، وإحنا أصحاب أصلاً. إذا بدنا نحكي عن الاسم Kids، من وين إجت الفكرة ومن وين إجت أيضاً فكرة إنه تغيير الأحرف؟ حبينا يكون اسم سهل وبسيط ويعبر بسرعة عن إيه الموضوع بتاع الأب. فهو Kids لأنه it's all about kids activities، وحبينا برضو يكون playful، فعشان كده جات ال QIDZ، ف we played with the spelling بتاع الكلمة يعني. وكمان خلينا هلأ نحكي عن اللوجوز وعطول الأولاد الموجودين بالدعاية تبع Kids. دول بصراحة أولادنا، إحنا 5 أمهات وعندنا 10 أولاد in total ما بيننا. بنحب دايماً هم يشاركونا، ودول حتى صورهم ودايماً بيكونوا معنا في التصوير وفي شغلنا. خليني دلوقتي اوريكي ازاي ممكن اي ام تستخدم الابلكيشن Kids. بعد ما بتنزله من اب ستور او من جوجل بلاي، هنا بنحط بتختار اليوم اللي هي عايزاه، يعني ممكن this weekend، النهارده today، او بتختار يوم، يعني ممكن تنقي حتى range of days على الكالندر، على الكالندر وتختاره. وبعدين كمان هنا عندنا دايما بن ابديت الاربعه الباكت دولت حسب ايه اللي بيحصل حوالينا، لو في اعياد معينه ايفنتس فاحنا بنجمعها، بنعمل زي كولكشنز عشان تكون حاجه اب تو ديت ثيم. اوكي. فدايما بيكون في افكار جديده. وهنا ريكومنديشنز حسب الانترست بتاعت الكيدز والايجز بتاعتهم، ونيو اكتيفيتيز، وبعدين دولت كاتيجوريز ثابتين، فدايما بتقدري ترجعي تشوفي لو في وانت مثلا فود، اماكن للاكل، اماكن للعب، اماكن انسايد اوتسايد، يعني في افكار مختلفه وحسب رينج يمكن كمان تبع الاطفال في انا نقي. بالضبط. هنا لما بندخل على السيرش رينج العمر يعني. بالضبط. في فلترز كثيره، في ممكن تختاري الايجز بتاعه الكيد، بتختاري اذا فري ولا بيد، اندور اوتدور، كلاس يعني افتر سكول اكتيفيتي، ولا ديورنج ذا ويكند، او اي وقت ثاني. اوكي. وبعدين جوه الاكتيفيتي نفسها بيكون في كمان تقدري تشوفي الريفيوز بتاعه الاذر بيرنتس اللي بيشير الاكسبيرينس بتاعتهم، ايه اللي حبوه فيه الاولاد. اوكي. فده مهم لان الامهات بتحب تعرف اراء الامهات التانيين اللي زيهم. اكيد. كمان ريكومنديشنز اذا حلو ام لا. بالظبط. وبعدين they can save it to the calendar عشان يكون في reminders كمان ان هم يروحوا للايفنت، او to save it to favorite عشان تقدر توصل له تاني بسرعه. تمام. وبس. وممكن تشير بسهوله جدا مع her friends، واتساب، فيسبوك، اي حاجه سوشيال ميديا، اي ابلكيشن عندك على التليفون you can share it through the activity. وبس. وفي كمان map عشان تقدري تعرفي حسب اللوكيشن بتاعتك او انت حابه تروحي فين بسهوله تعرفي الاماكن اللي حواليك. around. كتير حلو. ولو في ام لقت اكتيفيتي جديده ومش موجوده لسه في الاب، هي كمان ممكن تضيفها، فهنا ممكن في زرار مكتوب اد اكتيفيتي، فتقدر تدوس هنا وتقول لنا ايه الاكتيفيتي، واحنا بنعمل كمان ريسيرش تو كونفيرم انه اتس جود فور كيدز اند ذن وي اد ات تو ذا ليست. كتير حلو. وانتم كيف تقدروا تستفيدوا ماديا ككيدز؟ هل في اشتراك معين مفروض على الاماكن اللي بتحطوا لها نشاطاتها؟ لا، يعني حاليا هي الاب از فري فور ذا يوزرز، وكمان للفندرز اللي عايزين تو ليست اتس فري ليستنج. بس عندنا طرق ثانيه، يعني ممكن دعايه بس مش دعايه تقليديه. يعني ممكن مكان مميز في الابلكيشن لحد معين بيكون paid، وفي طرق تانية we're working on it.
نورهان اكيد طلعتوا بفكره وبلشتوا فيها، بس طبعا كان في كثير تحديات واجهتوها لحتى تقدروا توصلوا للي انتم عليه اليوم، فشو اهم التحديات اللي مرقت عليكم؟ اول تحدي ان احنا نقرر اوكي ان احنا هنسيب الشغل المستقر ونبدا حاجه مختلفه، وتاني حاجه انه ان احنا نعملها اكتشوال برودكت، فدورنا على ديفلوبر يكون شاطر ويكون مش بس شاطر تكنيكال بس كمان فاهم ان احنا عايزين ايه والبزنس نيدز بتاعتنا. فدي كانت اول مرحله، وبعدين ان احنا انتروديوس الاب للامهات ونوصل لهم ان احنا عايزين نساعدهم فعلا. بما انه ذكرت الامارات، ليش اخترتوا الامارات لحتى تبلشوا منها كيدز؟ الامارات دايما في ناس جديده بتيجي، فدايما في حاله استكشاف للبلد وعايزين يعرفوا ايه الجديد، وكمان البلد نفسها دايما بتبني اماكن جديده وحاجات للاسر، فده الحلو وده دايما في جديد، وعشان كده في احتياج ان الناس عايزه تعرف دايما ايه الايفنتس وايه الحاجات اللي بتحصل. من وراء تجربتك الخاصه اللي عشتيها خلال تاسيس كيدز مع اكيد الكوفاوندر تبعك، انتم خمسه ان جنرال، شو النصيحه اللي بتقدر تنصحيها للاشخاص اللي عندهم افكار بس بعد ما اخذوا اول خطوه؟ لازم الشخص يدرس الماركت ويشوف لو في فعلا الموضوع ده الناس محتاجاه ولا لا، وكمان لازم يكون في مصدر للدخل، لان لو ما فيش فلوس الموضوع مش هيكمل، مش هيقدروا يكبروا. كمان اخر حاجه يعني لازم يكون في تيم قوي ويكونوا كلهم عندهم خبرات متنوعه يقدروا يكملوا بعض. خلينا هلا نحكي عن النجاح، اذا نوصف نجاحك شخصيا ونجاح الشركه ككيدز، شو فيك تقولي لي؟ احنا بصراحه ما توقعناش ان نوصل لعدد كبير من الامهات في وقت قليل، يعني احنا بقالنا اقل من سنه وحاليا وصلنا لاكثر من 20,000 ام في دبي، فمبسوطين جدا. والحمد لله في امهات بنلاقيهم على السوشيال ميديا ريكومندنج لاصحابهم ينزلوا الابلكيشن، وان هي ساعدتهم واولادهم كانوا مبسوطين لما استخدموا الابلكيشن، فده بالنسبه لنا اكتر حاجه مبسطانا. ثانك يو اليك نورهان، يعطيك العافيه. ثانك يو. التنويع بنشاط الأطفال لا شك أنه مفيد وبقوي شخصية الطفل وبوفر له حياة ترفيهية أوسع. كيدز تطبيق بيساعد الأهل على حسن الاختيار الأنسب لأولادهم وبيساهم بمعرفة الأولاد بكل النشاطات يلي عم تجري حواليهم. إذا مشاهدينا، بعد هذا المشروع الجديد ننتقل إلى موضوع آخر، حيث شهدت مدينة دبي انطلاق مسيرة الدراجات النارية دبي سيف بايك، وذلك بمشاركة حوالي 200 دراج قدموا من جميع دول العالم. الهدف طبعا من الحدث توعية سائقين السيارات على موضوع سائقين الدراجات. طبعا مثل ما حاطين هون الانحراف المفاجئ هو سبب رئيسي للحوادث، وحوادث الدراجات يعني في موت، فهذا موضوع مهم جدا لنا ومهم جدا لضمانة الطرقات ومهم جدا لشرطة دبي ولتخفيض من عدد الحوادث والوفيات على طرقات الإمارات دبي خصوصا. ايفنت سو لونج، حابين كلنا نشارك فيها، مجموعات كبيره جايين ينضموا لنا نحن نشارك فيها از ممبر، والجست كلياتهم جايين يشاركوا معنا هيدي الايفنت اللي هي تعتبر من اكبر الايفنت بالنسبه لنا، وان شاء الله نقدر نوصل صوتنا للكل ولكل شيء في جروبس بالامارات وخارج الامارات ليقدروا يشاركوا معنا نحن طريقة تنظيمنا لهالإيفنتس. عدد المشاركين كتير والطريق كان بصراحة جدا منظم من هيئة دبي للمرور، الشرطة كانت منظمة الطرقات كتير، وإن شاء الله الكل دائما الهدف تبعهم بيكون هدف سامي، إنه هو الرايدات الحلوة الأخوية العائلية اللي دائما نحن بنتوق لها، واهم شيء نحن بالرايدات تبعنا انه بنحاول انه الامان اللي بنسوق فيه
منوعي العالم على انه البايكرز لازم يكونوا جماعه عنده النوبل كوز. بخصوص الاخوه سائقين السيارات، يعني نصيحه ان اللي راكب على الدراجه مثل اي مركبه تمشي في الشارع لازم يعمل له اعتبار ايضا، وكذلك الدراج اللي راكب على الدراجه بعد يلتزم بقواعد ونظام السير والمرور، وعلى اساس انه يكون في الالتزام من الطرفين اصحاب السيارات والدراجات كذلك. عرض متجر في مدينة أخن غرب ألمانيا برجر الحشرات، ما دفع العديد من المواطنين إلى الذهاب لتجربة البرجر الحشري المصنوع من ديدان الجاموس التي يتم تربيتها في هولندا، والتي قال عنها العلماء إنها تحتوي على نسب عالية من البروتين. وهيك منكم مشاهدينا وصلنا لنهاية برنامج اليوم. دائما بنذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار يلي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن. ترقبونا بيوم جديد ولقاء جديد غدا إن شاء الله. مع السلامة.